بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم معنا ضيف اللي هو ولد عمي، هوم باريستا، وبنسوي وشو؟ ايش رايك، فلات وايت ولا كرتادو؟ نبي شيء بحليب. اول شيء نسوي اسبرسو، وبعدين معيار الحليب على ما حسب، نتفق ما نختلف عليه ان شاء الله. صح، احنا الحين اهم شيء نقيس البينز، نبي نعرف الريشيو، يعني كم المعيار. اول شيء نتفق فيه على حسب تاريخ القهوة. يعني هاي القهوة الحين محمصة تاريخ 6/6. حلو، احنا اليوم كم؟ 26، ما وصلنا يعني كم، 19 ولا كم احنا اليوم؟ 21؟ اليوم 21. 21 21 تنقص منها مدة الستة تطلع لك يمكن تقريبا اسبوعين او اكثر. فكل ما يتغير التاريخ عشان ما نبسطها ما نعقدها، في اول اسبوع تستخدم اقل كمية قهوة، يعني خلنا نتكلم 18. في ثاني اسبوع بتزيد نص جرام او جرام كامل، بتصير 19، مع انك اشوفها وايد. خلال شهر من تحميص القهوة تمسك على معيار 20 جرام. حلو، وعقب الشهر طبعا تقدر تزيد، تروح لين 22 24 على حسب رغبتك بالكافيين، يعني زيادة الجرعة. هذه 19 وخردة، طبعا شوي تزيد في الجرامات اللي هي الاجزاء من الجرام، ما عندك مشكلة. عشان الطحنة نقول بسم الله. بسم الله. هاي يعتبر جراندر يدوي. الباسكت تستخدم اي باسكت؟ انا افضل على البورتو فورتر مال الوكالة، ال 17 هو افضل شيء. هذه 14 هذا 17 بتحط عليه 19 جرامين فوق جرامين تحت، يمديك شوف. والله طيبة، لازم تفرقها شوي. ما تهتم بهالسوالف، طبعا في نص الاحترافيين يهتمون في هالمواضيع. ترطيب اول شيء، اول كم ثانية. النزول ما شاء الله، تقدر تقرب الاستخلاص. تقريبا 32. اذا كان عندك الاستخلاص بهالطريقه يعني قهوتك في السليم. طبعا اسهل طريقه حق التبخير هي كالاتي. اول شيء تطلع الماي اللي كان في البدايه عشان ما يزيد لك منسوب الحليب، يصير حليب بماي. فلما تضغط اول ضغطه في البدايه مضغطنا طلع لك الماي الموجود هنا، فالحين لما تضغط يطلع لك بخار دايركت، عرفت شلون؟ فالافضل انك تطلع البخار. طبعا هاي طريقه يعني مثل ما تقول سهله. اول شيء اللي فوق، القطعه اللي فوق هنا، يركز فوق هذه، تفرها تميلها على جنب. حلو، بعدها تجيبها هنا تخلي المكان المسكه يضرب الماكينه، وتطلع شوي. يعني هاي الحين شوف هني القطعه بدايتها، تدخل نصها وتخليها كذي. حلو، وبس تبلش. الموضوع بسيط، احنا ما اعتقد الحرارة تقدر تحسها وتقدر تسمع صوت القهوة. بس عندك رغوة مضبوطة. طبعا اذا الحليب علق هني عندك، اعرف ان انت تبخيرك مضبوط. طبعا
الحرارة إذا عدت 70 يعني إذا ما تقدر تمسك هالشكل معناته أنت قهوتك محروقة أو الحليب محروق، لأنك أنت عديت درجة الحرارة اللي هي 70. فأنت أهم شيء عندك الحليب ما تحرق فيه الفركتوز، لأن الفركتوز هو سكر الحليب. إذا رحت فوق 75 أو 70 وفوق تكون أنت حرقت الحليب. فيعني هاي شيء بديهي حق الناس اللي تحب ان تذوق القهوة على اصولها. نقول بسم الله. طبعا اذا غلطت في البداية بس ما عليك الا تحركه شوي عشان يمزج مضبوط وبس. طبعا انا الكوب صغير مش متعود عليها، انا متعود على كوب سيراميكا. بس الفن هو ان الحليب انه يكون عندك مضبوط، اهم شيء تكون عندك في النهاية سواء رسمت او ما رسمت استخلاص ممتاز، يكون الاستخلاص مضبوط ويكون الطعم نفس اللي تشربه في القهاوي. ما شاء الله. طبعا مش اي قهاوي. وبالعافية. تسلم يدك يا ابو خليفة. الله يسلمك. اشكرك صراحة شغل مرتب حبيبي.